سعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم على قناة البلاد. سعيد بلقائكم في هذه الصبيحة في غرفة الأخبار للعودة للحديث حول مخرجات اجتماع الحكومة بقيادة الوزير الأول سيد أيمن بن عبد الرحمن، واللي كان تناول فيه مسائل عدة. مادام اليوم راهو صحون الحال شوية، خلينا نبداو بالري، يعني تكلم على مسألة الري، السقي، مسألة المياه الشاروب، تكلم كذلك على مسألة مهمة جدا وهي الجلسات الوطنية لإصلاح وعصرنة التعليم العالي، إضافة إلى مسألة الرقمنة، الإحصائيات والحسابات الاقتصادية، وركز على مسألة الدقة، الدقة الشمولية، الانتظام، الجودة وغيره. إذن هذه المخرجات نحاول نناقشوها، كيف، لماذا ركز عليها الوزير الأول، أين وصلت، إلى أين ينبغي أن نصل في هذا المجال. ضيفي في الصباح هو الأستاذ هواريتي غرسي، محلل اقتصادي، أستاذ جامعي برلماني سابق وناشط، يعني يساهم في النقاش العام في الجزائر اقتصاديا سياسيا اجتماعيا في مسائل عدة خاصة في مجال الاقتصاد. أستاذ هواري صباح الخير ومرحبا بك على قناة. شكرا. صباح النور، طبعا عيد طيب لكل الجزائريين ان شاء الله. امين يا رب العالمين، عيد مبارك وعيدك انت كذلك مبارك. إذن خلينا نبداو استاذ الان في النقاط اللي ذكرتها انا، يعني ما هي النقطه اللي يعني انت بالنسبه لك هي الاساسيه؟ يعني اساسيه مرتبطه بالامن المائي، هذه الاشكاليه، لانه نحكوا على حياتهم ما نحكوا على الجانب التنظيمي تكنولوجي وتطوير المنظومه البحثية، لأنه شفنا في المرحلة الأخيرة طبعا، لأنه حتى بالنسبة للتقارير، تقارير تاع البنك الدولي تقول أنه الجزائر منطقة جفاف، وهذا شفناه سواء كل دول المغرب تقريبا العربي، وبالتالي أنه ينبغي وضع استراتيجية ووضع خطة للقضاء خاصة هذه الإشكالية. وشفنا أنه على الأقل المناطق الشمالية الحمد لله 14 ولاية، شفنا أنه هناك استثمارات حقيقية بالنسبة للعملية، على الأقل تقصد تحلية المياه، يعني تحلية المياه اللي شفنا تقريبا 23 محطة، وهذا مهم جدا، ممكن جدا راح نشوفوا استقطاب كليا للتكنولوجيا في المرحلة القادمة، ونشوفوا أنه خاصة المحطات الأخيرة اللي موجودة في بجاية، موجودة في الجزائر، موجودة في يعني تولي التكنولوجيا الجزائرية 100%، وهذا ما تكون ما عزمة للسلطات العمومية للشراكة مع كثير من المؤسسات، الهدف أنه وضع التحكم في التكنولوجيا في الجزائر. ولما نقول تحكم في التكنولوجيا، تحويل بالنسبة للتكنولوجيا أولا، ثم طبعا تطوير العنصر البشري، وشفنا أنه هناك طبعا معاهد وطنية متخصصة في هذا الميدان عرفت القيمة تاعهم في هذه المرحلة. ولكن لما نشوفه طبعا البعد بالنسبة لهذه المحطات، بالنسبة للمناطق الداخلية تقدر توصل حوالي 150 كيلومتر فقط، ولكن هناك مناطق أخرى، كيف يمكن التعامل في المناطق الأخرى؟ نظن أنه الحكومة طبعا سواء بالنسبة للأبار الارتوازية، وطبعا هذه النقطة الأولى، والنقطة الثانية مرتبطة بعملية سقي إضافي، لأنه ممكن شفنا أنه بعض المناطق حكم الجفاف. نعطيك مثال، في يحكوا لي أنه مواطنين في المدية مثلا لما شاف الجفاف هذا وعطوا حتى إشكالية الزرع للأنعام، وبالتالي أنه لازم نقص الخطر بالنسبة لي إشكالية طبعا الجفاف في الجزائر، وكيف يمكن طبعا ضخ الاستراتيجية وضخ الإمكانيات الوطنية، لأنه تقريبا هناك استثمارات حقيقة كبيرة، لما نعطي الاستثمار تقريبا 2 مليار فيما يخص المحطات فقط، وهذا رقم طبعا كبير جدا حتى بالنسبة للدول الأوروبية والدول الأفريقية، ما ضختش هذه الإمكانيات المالية. شيء مليح، شيء طبعا إيجابي، ولكن يجب طبعا تطوير كذلك للمناطق الداخلية، كيف يمكن طبعا إيصال وإيجاد حلول عملية في المناطق الداخلية. وأستاذ لما نتكلم على مسألة المياه، عندنا الماء الشارب بالنسبة للمواطنين، وعندنا السقي، نعم، وعندنا كذلك عامل المواطن الجزائري، اللي ألا ترى أنه اليوم ينبغي للحكومة أن تبذل جهدا إضافيا
في محاولة إقناع المواطن الجزائري بضرورة ترشيد يعني استهلاكه للماء. يعني الآن صحيح كلنا نحكي ونقولوا ما طاحت الشتاء وراح نصلي وصلاة الاستسقاء وإن شاء الله ربي يسقينا وكذا إلى آخره، ولكن عاداتنا ما زالت هي هي. شوف عاداتنا تحكمها من المجتمع وسوء التصرف بالنسبة للمستهلك المياه بصفة عامة، ولكن بالمقابل هناك نقص في عملية تسيير وضعف في عملية تسيير حتى بالنسبة للمؤسسات العمومية الموجودة على مستوى المحلي. خلينا نقول لك أنه في بعض كثير من البلديات ضعف شبكة، شبكة طبعا قديمة في تسربات بالنسبة للمياه، عدم طبعا التحكم في هذه المياه من خلال الشطود اللي كانين على مستوى البلديات. شفنا أنه كثير من النقائص موجودة في عملية تسيير، حتى بالنسبة لعملية تسيير وتسويق المياه، أنه كثير من الشركات الموجودة وكثير من المؤسسات البلدية الموجودة اللي تبع طبعا سري المياه، ولكن المؤسسات تقريبا عاجزة كيف يمكن أنه هذه المؤسسات عندها مثلا 100,000 مواطن وتقول لي طبعا في نهاية الشهر أنه أو بعد فترة معينة تقول لي ما عنديش باش نخلص العمال تاعي وما عنديش باش نشري الإمكانيات. نظن كان خلل يجب طبعا إعادة النظر في عملية التسيير بالنسبة للجزائرية للمياه في الجزائر، لأنه هناك طبعا موارد مهم جدا مهم بالنسبة للمواطن، وممكن طبعا هذا الكميات المبعثرة في بلدية وبلدية واحدة أخرى ضعيفة ما عندهاش إمكانيات. إذن كيف يمكن إيجاد توازن؟ طيب خلينا نمشي كذلك أستاذ. الآن اتفقنا أنا وياك وحتى المشاهد راه متفق معنا أنه الآن أصبحت مسألة المياه مسألة أمن قومي، يعني ولا بد للمواطن أن ينخرط في هذا المسعى هذا. يا نمشي والآن إلى مسألة أخرى، خلينا أنا نبدأ بالجلسات الوطنية لإصلاح وعصرة التعليم العالي. أنت أستاذ جامعي، أنت وليد الجامعة، تشتني في قلبي. إيه، هل كيف تتصوروا أنت أستاذ اليوم؟ وهل سامحني نزيد لك سؤال، يعني أهمية هذا الموضوع هذا الآن؟ شوف محمد، لما نحكو لقطاع التعليم العالي نحكو طبعا المنظومة البيداغوجية، بل إنه شفنا مؤخرا بكل صراحة أنتوا شيء كبير نحكو على المقاولاتية والمؤسسات الناشئة في الجامعات، ولكن إذا ما عندكش منظومة بيداغوجية في المستوى محينة بطرق أكثر علمية لمرافقة كل الجامعات الأجنبية. اسمح لي أستاذ، أنت حاب تقول لي هنا ما بالك راني غلط في الشيء اللي أنا فاهمه؟ معليش معليش، حاب تقول لي بأنه اليوم الطالب تاعنا مستواه أعلى مما يعطى له في الجامعة؟ لا، مانيش نقول هذا، نقول أنه مستوى اللي مد في الجامعة غير محين وغير منظم. نعطيك مثال فقط، في الجامعات هنا الجزائرية اللي خاصة الجامعات الكبرى تلقى في المدرج تقريبا 300 و400 طالب. نعم. وتلقى طبعا في بعض الحالات نقص في الإمكانيات في الطريقة المدرسة في الجامعات، بالجامعات الدولية كيفاش نشوفوا المدارس العليا اللي موجودة في الجزائر؟ أنا أقول لك مدارس عليا في مستوى. نعم. كان لأنه علاش؟ أنا كنت مدير مدرسة عليا وشفت التجربة، عدد طلبة في القاعة 20 طالب، عدد طلبة في المدرج 70-80 طالب بنفس المواصفات اللي موجودة في المدارس العليا، كيف يمكن طبعا نقلها للجامعة؟ هذه النقطة الأولى. التطوير طبعا ميزة بالنسبة للأساتذة، كيف يمكن أنه نعاود التكوين المستمر بالنسبة للأساتذة من خلال طبعا الخراجات، من خلال طبعا الاتفاقيات، من خلال الملتقيات العلمية الموجودة، من خلال إعادة التقويم بالنسبة لي. خلينا نقول لك محمد، كان هناك أساتذة عمرنا ما كنا مخضعوا لتقويم، عنده 40 سنة هو أستاذ ويدرس لك بكل ناس موجود عنده من 40 سنة، معناتها لا إعادة وتجديد في المعلومة، لا تجديد في البرنامج، لأنه مفروض كل 3 سنوات يحين البرنامج. وهذا اللي مغيبين عليه، لما نشوف الاتجاه المقاولاتية والمؤسسة الناشئة ونهم الجانب البيداغوجي، أنه ما ناش نكون بطالب في مستوى المطلوب، لأنه
هناك طبعا. ولما نشوف الترتيب نتاعنا اكيد انه النقائص موجوده، لانه ما عرفناش نسوقوا الامكانيات الوطنيه. ولكن خليني نقول لك انه لم الجامعه الجزائريه لم تعد بنفس الجامعه اللي كانت في السنوات الماضيه، وين المدرجات مملوءه. اليوم تروح تشوف المدرجات 10 20 طالب في المدرج غايبين تقريبا تماما، لانه قلنا انه الطريقه الكلاسيكيه التي تدرس يعني اصبحت لا تستهوي الطالب. طريقة، لانه الطالب لما يشوف منظومه حديثه بالنسبه لعمليه التدريس والتلقين، يشوف محاضره، وحتى نوعيه الاساتذه، ينبغي انه إعادة التكوين بالنسبة للأستاذ، سواء على المستوى المحلي سواء على المستوى الخارجي. لما نعطيش الأستاذ، خلينا نقول لك محمد، تعطي الأستاذ 8 ملايين وتقول له منحة الخارج، فيها المنحة وفيها طبعا تذكرة الطائرة وفيها كلش، عيب عيب يا محمد. يعني لازم تكون هناك اتفاقيات في جامعات، ولما يروح الأستاذ هذه الجامعة راح يكون الراتب يكون حسب مستوى الجامعة. منحة هذيك المنحة تكون في المستوى، لأنه باش تبات في فندق في المستوى 50 يورو. نعم. باش طبعا تشري التذكرة تاع الطائرة بالك 6 ملايين ولا 7 ملايين. نعم. وتعطي له 8 ملايين، عيب. معناتها أنه راك تقول له باللي روح عقب نهار تروح. إذا طبعا يجب توفير نوعية أو توفير خدمة للأساتذة من خلال إعادة التقويم بالنسبة والتقييم بالنسبة للأساتذة، وعملية التكوين المستمر بالنسبة للأساتذة حتى داخل الجامعة. ممكن داخل الجامعة دير دراسة ودير اتفاقيات مع معاهد في تخصصات معينة ولا مراكز بحث في تخصصات معينة، وتبدأ طبعا تبدأ الفورماتاج تاع الأستاذ. نعم. ما ب 40 سنة أستاذ ما فاد ولا بخبرة نتاعه وعمره ما شاف، نظن هذا عيب. ولكن بالمقابل خليني نقول لك هذيك نفس الجامعة تخرج لنا عباقرة، لأنه عباقرة. ولكن أستاذ سامحني، هذه العباقرة هذو اللي يتخرجوا من الجامعة الجزائرية يعني العدد تاعهم قليل. أكيد أكيد. أنا السؤال الذي حبيت نطرحه عليك هو، هل ما تشوفش بأنه اليوم أستاذ مهما قيل على مستوى طالب تاعنا، هذاك التلميذ الذي يتحول الى طالب، انت تعرف انه اليوم العالم راه بين يديه، يعني يكليك يبرك العالم بين يديه. نتكلموا على الطالب اللي يقرا، ما نتكلموش على الطالب اللي يروح يجيب شهاده. طيب، ما تشوفش بانه الان هذا الطالب هذا ماهوش نفس طالب تاع جيلي وجيلك انت والاجيال السابقه؟ يعني مستواه ارتفع، وبالتالي لازم يكون الاستاذ في مستوى ارقى. أكيد قلت لك أنا ضروري أنه تكون تكوين مستمر بالنسبة للأساتذة، سواء بالنسبة للداخل هنا ولا حتى بالنسبة للخارج. لأنه أنا ضد المنحة نعطي الأستاذ نقول له روح تبحث وين تحب تروح. لا، لازم تكون كاين اتفاقيات وتفعيل اتفاقيات اللي دارها مؤسسة الجمهورية. في كل مرة تفعيل الاتفاقيات مع الجامعات، نعطي له فرصة باش تكون عندنا تكوين مستمر في هذه الدول، في طبعا خبرة هذه الدول، واللي عندها طبعا عندها طبعا تجربة كبيرة فيما يخص الريادة، يعني في مجالات معينة. وهنا يجب كذلك إعادة النظر في البرامج. البرامج طبعا يجب أن تحين كل 3 سنوات، مفروض يعد تقييم بالنسبة للبرامج وطريقة تلقين. حتى محمد، حتى إشكالية مثلا الرقمنة وطبعا المنصات الإلكترونية، المنصات الرقمية بالنسبة للجامعات في بعض الحالات يقول لك لا، كان منصات عندنا إشكالية في المخصص المنصات، يدخل لفلان برك، عيب. يجب صحيح. طبعا تكون كل المعلومة عند الطالب. وهذه طبعا اللي طبعا عجزت كثير من طبعا من طلب، وحتى بالنسبة للجامعات نظن أنه في عهد كوفيد ارتقينا. نعم، ارتقينا صحيح. ارتقينا يعني الحاجة انه تتكلم عن التعليم عن بعد، يعني التعليم عن بعد ماهوش ضروري ان نكون حاضر. ارتقينا وبعدها تعودنا ترجعنا نظن هذا نقطة. لو شرط ثاني هو الخدمات الجامعية. لما نشوف طبعا الخدمات الجامعية لم ترقى المستوى، سواء بالنسبة لطريقة النقل وبالنسبة لقضية الإيواء كذلك على الإيواء طبعا والأكل الموجود في الجامعة. هل برأيك أستاذ ما أنت إعادة النظر، لأنه علاش أموال كبيرة السلطات العمومية تدفعها
للخدمات الجامعية، وفي الأخير طبعا يستفاد من طبعا من غير ما نعطيك مثال في النقل. النقل الإشكالية في الجامعة بعد الرابعة كل الطلبة يهربوا لأنه ما كانش النقل بعد الرابعة، الرابعة ونص توقف تقريبا هذه نهائيا، وبالتالي يجب إعادة المنظومة. سيد الوزير التعليم العالي يحكي على منظومة رقمية في تسيير النقل، ولكن لازم نشوفها في الواقع. الكلام هذا سمعنا بزاف، الكلام جميل جدا، ولكن نرتقب. أنا لما شفت يحكوا على الشركات الناشئة والمقاولاتية كانوا الجامعة قاعدة تحول مقاولات. ينبغي تطوير المنظومة التعليمية، المنظومة البيداغوجية ينبغي تحسين. من خلال وش فاش تكون تحسين؟ من خلال طبعا المبادلات، ومن خلال عقد الاتفاقيات مع الجامعات المتطورة. ضروري أنه نستقطب هذه التكنولوجيا بنفس الفكرة نحو اللغة الصادية. كيف يمكن استقطاب تكنولوجيا؟ كيف يمكن طبعا استقطاب تكنولوجية العلم إلى الجامعات طبعا الجزائرية؟ إذا ما عشت أنت مع الجامعات اللي مستواها عالي ما ترقيش، أنت ما تقدرش تعرف وين راه وصل العلم. وبالتالي أنه يجب طبعا وضع خريطة كبيرة، مهمة كبيرة أمام سيد وزير التعليم العالي. يجب طبعا الحركية تكون سواء بالنسبة للأساتذة، ونقول خليني نقول لك نقطة مهمة جدا، أستاذ جامعي مازال يخلص 75 ألف ساعة. أنا عندي ولد طبعا في المتوسط عنده تقريبا يخلص 200 ألف ساعة، خلص 200 ألف ساعة، وهذا أستاذ جامعي تعطي له 75 ألف. طبعا حتى بالنسبة للحقوق نتاعهم ما زالت يجب طبعا إعادة النظر حتى بالحقوق في المراحل القادمة، سواء بالنسبة للأجور، لأنه أستاذ جامعي مبتدئ يبدأ ب 4600، شوف المستوى اللي وصل له قليلة جدا. نعم قليلة، ينبغي طبعا رفع المستوى المعيشي بالنسبة للأستاذ. شفنا في كثير من دول حتى بدول الجوار يعتبر طبعا الأستاذ الجامعي من الطبقة المتوسطة، إلى لم نقول طبعا من الطبقة الراقية. الراقية طبعا، هنا دكتور وما عندكش حد قليل. أستاذ قلت بأنه أموال كثيرة تصرف على الجامعة، هل برأيك أنه ينبغي حتى يعني الغلاف المالي ميزانية التعليم العالي ينبغي الآن الرهان عليها، خليني أقول لك ربما مضاعفتها، لأنه أنت في النهاية راح تستثمر في تستثمر في عقول أبنائك، راح تستثمر في ثروة لا تنضب. يعني أنت لما دوك حسين سعود أكيد أكيد، ولكن هذه القيمة المالية يجب طبعا تسييرها بشكل دقيق. أنا قلت لك مثلا أنا ما نعطيش الأستاذ الأموال باش يروح الخارج، أنا ندير اتفاقية الأستاذ لما يروح للجامعة فلانية يلقى المبيت تاعو، ويلقى طبعا التكوين تاعو، ونعطي له الأموال اللي ممكن جدا يخرج جسر. ولكن بالمقابل نعطي له الأموال تاعو، قلت لك 8 ملايين، وتقول له روح للخارج اشري منها تذكرة وعيش بها. ما ولا أستاذي يولي يفكر بالبحث العلمي بطريقة هذه. بالمختصر المفيد، أفرحك خبر الجلسات الوطنية لإصلاح وعصمة التعليم العالي؟ أكيد. طيب نديروا فاصل أستاذ، نعود نولي ونتكلموا كذلك على موضوع أنت كذلك يعني على اطلاع به وتعرفه مليح، وقضية الإحصائيات والرقمنة والحسابات وغيره. كما الجمهورية تكلم وقال يعني قال بأنه يا جماعة قطاع الفلاحة مثلاً، رؤوس الماشية مثلاً، إحنا عندنا إحصائيات والواقع أمر آخر. إذن فاصل قصير ثم نواصل النقاش مشاهدينا الكرام، فابقوا معنا فضلاً وليس أمر. إذن مشاهدينا الكرام مرحبا بكم مجدداً في الجزء الثاني من غرف الأخبار. كنا وعدناكم تكلمنا عن الجلسات الوطنية حول إصلاح وعصمة يعني التعليم العالي في الجزائر، وعدناكم قلنا نتكلموا عن الرقمنة والإحصائيات والحسابات الاقتصادية وغيره. ولكن قبل ذلك هناك نقطة ينبغي كذلك الإشارة إليها، هو كيف نحافظ على أبنائنا. يعني تتصرف عليه ملايين دولارات باش يتخرج ثم تستفيد منه دولة أخرى أو دول أخرى، كيف نحافظ على أبنائنا في الجزائر ولو راحوا يقرأوا في الخارج ويعودوا للجزائر؟ كيف نجد صيغة؟ يعني هذا الأمر هذا معمول به، يعني كثير ما كاش جزائري كاش عائلة جزائرية ما عندهاش واحد في العائلة راح قرأ في الروس ولا في أمريكان ولا في بريطانيا ولا في فرنسا ولا في إيطاليا وغيره، عاودوا للجزائر وخدم.
كيف يمكن الحفاظ على أبنائنا؟ شوف خليني نقول لك طلب على منتوج وطني، خلينا نقول لك سموا هذا الطالب منتوج وطني كبير، خاصة من بعض المدارس مثلا في الإعلام الآلي تقريبا كلهم، وإحنا نحكو على منظومة رقمية في المراحل القادمة. كيف يمكن طبعا استغلال هذه المجموعة مباشرة؟ واحد كما هذا هي كيف يمكن التقييم نتاعو من دولة أخرى وتعطيله كل فرص العمل وتعطيله امتيازات العمل باش تستغلوا الدولة هذه هنية؟ إذن لازم نستغل الكفاءات الوطنية من خلال عقود مباشرة، لما يتخرج عنده عقد معناتها لازم ندير معه اتفاقية وهو طالب كما كنا نديره بكري الأساتذة تاع التعليم المتوسط وحتى بالنسبة للثانوي، وكيف يمكن نحكمه بعقد في وهو طبعا طالب وعنده أمبري سالير وعنده أمبري سالير لأنه كفاءة. خليني أقول لك وصل لمستوى أو معدلة للدخول إلى هذه المدارس 18 وزيادة، معناتها أنه كفاءة كبيرة عند الطالب هذا، وبعد نكونوا 5 سنين ونطلقوا للي يحب يستغلوا يستغلوا. لا نظن أنه هذول الكفاءات اللي موجودين في العالم وشفناهم تقريبا كثير من الجزائريين موجودين. مسألة الأطباء مثلا حتى في رجال الفضاء كان جزائريين، في النازا كان جزائريين، في كل ينبغي طبعا استغلالهم من خلال مراكز بحث. خليه يحب يبحث يبحث. وين راهي مراكز البحث في الجزائر لما نحكوا على قطاع الرقمنه؟ اليوم عندنا طبعا وزاره بالنسبه للرقمنه، ولكن خليني نقول لك وراه استراتيجيه تاع القطاع الوزاري لتعميمها لكل القطاعات الوزاريه. احنا نحكوا على منظومه، لولا السيد رئيس الجمهوري قال انه عندكم 6 شهور في قطاع الماليه وقطاع الجمارك وقطاع الجبايه لازم ترقمونه. ورام الكفاءات الوطنيه دوك تقول لي دير اتفاقيات مع مؤسسات اجنبيه، روح ندير مع اسبانيا في الامبور، راح ندير مع كوريا في الادوان، والراهي لانه 4 و5 و6 كفاءات من هذه النوعيه ممكن طبعا يخلق لك العجب. بمعنى انه انت استاذ ولي تفضل التعاقد مع جزائريين كي لانه نعطي معلومه للاجانب هذوا. انا نقول لك شكون اللي ما يقولش باليوميتري سواء بالنسبه للجواز السفر او بالنسبه للبطاقه التعريف ماش عندهم ماش عند الاجانب. معناتها نحتاج إلى هذه الكفاءات لتعطيك أكثر حماية بالنسبة للمنظومة المعلوماتية، لأنه المهم ليس في رقمنا كيفاش نحمي المنظومة المعلوماتية من الاختراق من هذه كفاءة موجودة هي اللي راهي تسير في هذه الدول، كيف يمكن طبعا استغلالها؟ لما لا نكون مركز ومراكز متعددة في الجزائر للبحث والتطوير في عدة، لأنه علاش الحان أو الحين وصلنا إلى نبحث على رقمنا حقيقية بالنسبة لي 1541 بلدية، ولكن ما عندناش. لا أنا كيف يمكن طبعا امتصاص هذه البطالة من خلال تعيين هذه الكفاءات على مستوى المحلي؟ بصح ما نجيبوش البيرو نعطيه بيرو قعد. لا حتى في مسألة الراتب أستاذ إيه؟ يعني كثير من هذا الشباب متخرجين و راه يتجه للقطاع الخاص، بمعنى أنه إما يدير شركة تاعو أو يقدم خدمات للخارج، يعني يخدم مع مؤسسات أجنبية، لأنه القطاع العام أنت خذ ناخذ على سبيل المثال مثلا ناخذ مهندس يخدم في بلدية ومهندس يخدم في كوسيدار مثلا ولا يخدم في شركة أجنبية ولا نفس المهندس بجيني سيفيل مثلا، هذا الراتب تاعه كذا والاخر الراتب تاعه كذا. ينبغي طبعا وضع استراتيجيه خارطه بالنسبه لهذه الكفاءات، ولانه علاش لما نكون هذه المنظومه المعلوماتيه نبدا نسوق ونبدا نصدر في، لانه اسمع الحمد لله انه نحكي على وزاره باقتصاد المعرفه وهذا مهم جدا، ولكن ينبغي طبعا تفعيل هذه الوزاره في الواقع. واش معناتها؟ يا اما هذا الشخص كيف ينكيف له المناخ نتاعو باش يخلق مؤسسة ويخلق طبعا شركة نتاعو وعليه لما لا، أو طبعا من خلال تمويل المؤسسة نتاعو هذا الإشكال، ولا طبعا على الأقل نوفر له مناصب عمل محترمة واللي قادر طبعا يكون عنده قدرة ابتكار. ولكن لازم لما نحكو على المناصب العمل نحكو على إشكالية التحفيز ماشي غير حتى قضيه لو بلون شارج استاذك انت تحفيز مهندس. مثال نحن نتكلموا مثلا على مهندس في الاعلام الالي في يعني يخدم في بلديه
مشكلة يعني. لا شوف يقدر يخدم في بلدية ويختل مناش تقروا في البلدية حاشا، ولكن مهندس في الإعلام الآلي ينبغي أن يجد منصب عمل اللي في مستوى شوف قدرات، لازم تعطيه أكثر حرية حتى على مستوى البلدية، يقدر يكشف ويقدر يتعلم ويقدر يعطي بالبلدية ويعطي في مجالات أخرى. طبعا ما تضايقوش بالقوانين، لأنه القوانين قال أرواح من 8 إلى 5 ما تخرجش وخدم في هذه. لا لازم أنا ننتقل إلى العمل بالأهداف وليس هذا هو. ولكن خلينا نقول لك أنه هذه المدارس العليا الحمد لله أنه هناك طبعا مدارس بالنسبة للسلطات العمومية وبالنسبة للقطاع. لما نشوف المدارس الصحراوية بالنسبة مثلا للفلاح الصحراوية اللي موجودة في أذرار واللي موجودة في واتسوف، أنا مؤخرا حضرت لقاء في واتسوف وملتقى شفت مستوى طبعا رفيع بالنسبة للكفاءات الوطنية في الزراعة الصحراوية. نظن أنه في كل التخصصات يجب طبعا وضع خارطة بالنسبة لهذه المدارس، مهم جدا، ولكن لا ينبغي تمييعها كذلك، لأنه أنا باش ندير ميدسين في كل دورة هذه إشكالية، باش ندير ميدسين في الجزائر وفي بومرداس وفي البويرة وفي كذا في كذا، اللي هدر معايا ندير ميدسين هذه الشيء معناته راح نميع في التخصصات المهمة، لأنه هناك بعض التخصصات المهمة. ولكن حتى بالنسبة للتخصصات هذه اللي هي الطب وكذا يجب طبعا الحفاظ على الكفاءات الوطنية بوضع استراتيجية وخارطة، سواء بالنسبة للتوظيف سواء بالنسبة لإبراز القدرات نتاعهم وبطريقة معقولة نوعا ما. حتى مسألة التحفيز كذلك أستاذ، بالنسبة للإحصائيات الآن خاصة قالك المتعلقة بالحسابات الاقتصادية، يعني الآن كاين مشكلة إحصائيات في الجزائر، لما ما تكونش عندك الإحصائيات لا تستطيع أن تضع خطة. أهم شوف من حبش أنا كانت عندي فكرة قبل ما نشوف الإحصاء العام للسكان، لأنه أنا مهم جدا كنت نستنى فيه، لأنه 14 سنة ما درناش، المفروض كل 10 سنوات هناك بعض الدول اللي ديروا 5 سنوات. إحنا معليش، ولكن شفت طريقة، لما شفت الطريقة اللي سوق لها هذا قبل عرفت باللي ماشي ينجح، لأنه المواطن الجزائري لم نعرفه ولم نحسسه بأهمية الإحصاء. وكان قلت للمواطن هذه لما ندير الإحصاء وتكون عندي معلومة ممكن راح تأثر تاعك في الأجور في المراحل القادمة، لأنه لما تكون عندي منظومة إحصائية تكون مبنية على أساس السياسات العمومية، تكون مبنية على أساس نظرة مستقبلية، مبنية على معطيات حقيقية، ونقدر نعرف التنبؤ الحقيقي بدرجة ثقة كبيرة. بالنسبة لكل المعطيات ما كاش معلومة رسالة في الميساج روح وكذا، وحتى طريقة طبعا إجراها يجوز في البيت تاعك ماهوش في البيت تاعو، المفروض سيتان استنافي بعثوا لي قبل بنهار واحد قال انا جاي اشعار اني جاي للبيت تاعك غدوه. وغدوه تروح، ولكن الاشعار ما مشاش، معناته العائله تاعنا كلها تخدم تقريبا، جي دقدق راهو غايب، هذا غايب وكاش تسجيل. انه طريقه التكوين بالنسبه للاعوان وطريقة الأداء بالنسبة لهذه الأعوان لم ترتقي إلى المستوى المطلوب. هذا في الشق المتعلق بالإحصاء العام للسكان، هذا مهم جدا، لأنه لما نحكي على إشكالية مثلا الدعم الاجتماعي لازم يكون عندك معلومة إحصائية طبعا، لأنه على شكون عام نعانوا، تعرف البطال، تعرف كل عام محمد كل عام نعانوا تقريبا من 20 مليار كدعم اجتماعي. 20 مليار وهذا قيمة كبيرة، ونعطيك فقط رقم مهم جدا، الغني استفاد 12 مرة مقارنة مع الفقير، لأنه الغني يشري 10 لتر زيت وهذا يشري واحد، الغني عنده إيسانس وعنده سيارات وعنده كذا، الغني طبعا يستفاد من الكهرباء، الغني يشري نفس الخبزة اللي يشري كانت تشري خبزة هو يشري 10، طبعا اللي يستفاد من كل هذا بطريقة برجوازية. هي حجم الدعم هو 20 مليار 20 مليار دولار دولار إيه؟ باش المشاهد الكريم يفهم 20 مليار دولار راهي ميزانيه الدوله ميزانيه، يعني كاين بعض الدول هذه الميزانيه تاعها. وبالمقابل قلنا الغني يستفاد 12 مرة على حسب الخبراء،
مقارنة مع الطبقة الهشة هذه. يعني حتى المتوسطة يعني. ما خلاص تقريبا ما بقاش الطبقة المتوسطة ولا الطبقة أدنى والطبقة، كيف يمكن الحفاظ على الطبقة المتوسطة في المرحلة القادمة؟ هذا مهم جدا، نقطة واحدة أخرى. وهذا مربوط بالإحصاء يعني. نعم، ولكن السؤال اللي ممكن نطرحه حتى بالنسبة لي سؤال بسيط فقط، نقول لك عدد المؤسسات الموجودة في الجزائر المفروض لما تقول تشوف السجل التجاري تعرفهم. نعم. ولكن ما نعرفوش ما عندناش. لأنه كثير من المؤسسات ربما لا توصل. تقول لي ما هو عدد الثلاجات الموجودة في الجزائر؟ مش معروفة، لأنه مستثمر باش يجي إلى مناطق معينة يستثمر يقول لك شاوش عندكم؟ هل عندكم؟ هل عندكم ثلاجات؟ هل عندكم مبردات؟ هل عندكم طبعا الماء في البلايس كل؟ هل عندكم كذا؟ هذه المعطيات اللي تستقطب طبعا عملية الاستثمار، سواء الاستثمار المحلي أو بالنسبة للاستثمار الأجنبي، ولكن المبادرة مبادرة في جمع البيانات والمعلومات. وحتى خلينا نقول لك أنه سلة المنتجات الأساسية اللي تحسب عليها نحسب عليها طبعا الإنتاج. وحتى بالنسبة لي قضية كثير من 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 مؤشرات الأساسية قديمة تقريبا عندها 20 سنة. ما بقاش نفس الفكر. أنا كنت نحكي لك قبل بلك ممكن جبن الأذواق والعادات والتقاليد قبل 20 سنة ليست ما هياش. أنا كنت بلك 20 سنة كنت نستهلك البطاطا بزاف، اليوم بلك ما نستهلكش، نستهلك ولا بلك نص نهار نص رطل في النهار. صحيح. كنت نستهلك بلك 10 كيلو بصل، بلك ندير نحتاج كيلو بصل ونستهلك حاجة واحدة أخرى. صحيح. إذن حتى بالنسبة لي نمط المعيشي تغير. نمط المعيشي تغير معناتها أنه سلة المنتجات اللي تبني عليها المنظومة الإحصائية، خاصة لما نحكو على المداخيل ونحكو على التضخم ونحكو على كذا، معناتها أنه البداية أصلا بديتها خطأ. كيف يمكن تحيين هذه السلة للمنتجات الأساسية اللي تبني عليها المؤشرات نتاعك؟ إذن هذه سياسات تاعك، سياسات الإنفاق، سياسات العمومية، لأنه أكيد هناك أموال كبيرة جدا راح تصرف يعني. أكيد أكيد أكيد، لأنه ما عندناش منظومة إحصائية واقعية متجددة. تقول لي مثلا معدل التضخم 9%، أنا نقول لك لا بلك 5%، بلك 10%، بلك 15%، أنت منين جبت المعلومة هذه؟ أنا نقول لك باللي الديوان الوطني للإحصاء لم يعد في هذاك المستوى اللي كان طبعا في المرحلة السابقة، لأنه حتى هو طبعا شفنا أنه كان تابع إلى وزارة المالية، ومن بعد تبع إلى وزارة الرقمنة والإحصاء، ومن بعد تبع كذا، ومن بعد عرف تشرد هذاك الديوان المهم بالنسبة لخلق المنظومة الإحصائية. طبعا يجب أن نعزز هذا الديوان ونعطي له أكثر قوة، حتى بالنسبة اللي حكينا على التحفيزات بالنسبة للعمال. نصف مليون عامل يخدم في الديوان الوطني للإحصاء في فرنسا. هذا مهم جدا، لأنه لما تكون عندك منظومة يعني حتى الإمكانيات رقمية إحصائية، الإمكانيات البشرية إحصائية، عندك منظومة إحصائية قوية، التنبؤ الاقتصادي نتاعك والتنبؤ السياسي والتنبؤ الاجتماعي راح يكون في المستوى الخطأ يكون 1% 2%، ولكن لما تكون عندك معطيات متناثرة، قال البلدية فلانية شحال فيها عدد السكان، أو قيل بين 100,000 و140,000، ما زلنا فيه خطأ، هنا يكون كبير. هنا ينبغي طبعا حصول على كل المعلومات هذه، وينبغي وضع استراتيجية وطنية للإحصاء تبدأ من مستوى البلدية، وطبعا تخلص على مستوى قطاعات عمومية وقطاعات وزارية أعلى. أشكرك أستاذ هواري تيارسي. الوزير الأول في البيان قال بأنه يعني بيان الحكومة قال خريطة طريق لقطاع الرقمنة والإحصاء، والإحصاء إحصائيات تكلم عن الجودة الشمولية، الدقة والانتظام، يعني ماشي استمرار، والله ماشي دير إحصاء مرة بعد. مهمة المسألة هذه للحفاظ على المال العام في الجزائر. نجدد لك الشكر أستاذ هواري تيارسي، الحديث معك شيق، حاولنا نساهموا في النقاش العام كذلك من خلالكم. طبعا برامج بلاد مشاهدين الكرام متواصلة، سعيد دائما بخدمتكم، ألقاكم غدا إن شاء الله إلى ذلك. من حين نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.